قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قل يا محمد لأهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين جادلوك بالباطل وجحدوا الحق رغم علمهم به، قل لهم ولغيرهم: آمنا بالله وصدقناه وأطعناه، فلا رب لنا غيره ولا معبود لنا سواه. وقدم الإيمان بالله لأنه أصل الإيمان، ولكن هل يكفي القول بالإيمان؟ لا، فالمؤمن يقول والمنافق أيضا يقول. فالإيمان ثلاثة أركان: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح. وقول بلا عمل لا جدوى ولا طائل منه. وآمنا بالوحي الذي أنزله الله علينا من قرآن يهدي إلى الرشد ويخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. وآمنا بما أنزله الله تعالى على إبراهيم خليل الله وابنيه إسماعيل وإسحاق. وقدم إسماعيل على إسحاق لأنه الأسن والأكبر منه، ويعقوب ابن إسحاق وهو إسرائيل عليه السلام، والذي أنزله على الأسباط وهم الأنبياء من قبائل بني إسرائيل من ولد يعقوب عليه السلام. وما أوتي موسى وعيسى من التوراة والإنجيل والآيات والمعجزات، ورغم أن موسى وعيسى من أسباط بني إسرائيل فقد خصهما بالذكر لمكانتهما. وما أنزله الله على أنبيائه من وحي نؤمن به كله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ولا نفرق بين أحد منهم، فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعل أهل الكتاب من اليهود والنصارى. ومن كفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء. ونحن لله وحده مسلمون، مستسلمون، خاضعون، مخلصون، منقادون له وحده بالطاعة، ومقرون له وحده بالربوبية والألوهية والعبادة. ذلك ردنا عليكم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.